هاي بالارض بركه. ايه هاي 500,000. شو هاي؟ هي هاي هذيك 400,000. ايه 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 بتعمل؟ لا ما بدك ترجع وترعى بكره معه. كيف بدك ترعى؟ تجيب العصايه وبتلبس. بدك تتعلم لغتهم. يلا جيب من لقيتها العصايه. بتجيب عصايه وبتجيب جزمه وتلبس طاقيه وبتجي ترعى معنا. من عندي طاقيه. عندك وجزمه؟ شو جزمه؟ مثل هاي اللي لابسها ابو احمد. هاي اللي باجره. لا ما عندي ابا، بس اروح على ابو جزمات جيب. روح ابو جزمات جيب. نحن المعلم بيجيب لنا الجزمات. قد ايه بدك راتب؟ عمو اجيب لي سازمة. بس اجيب بكره اجيب ايه من المعلم، هو بيجيب لنا. قد ايه بدك راتب؟ قد ايه بدك؟ يعني 200,000. 200,000؟ كويس. قد ابو احمد، ابو احمد بياخذ 200,000. بالجمعة 50,000. كل جمعة 50,000، بالشهر قد ايه؟ 200,000. بدك اياهم اول الشهر ولا اخر الشهر؟ يعني بالليل. بالليل؟ ايه. هلا بس تقول للمعلم قول له انا لقينا راعي صغير بدي يا عمو دخلك. انتو بالليل ابي يناموا تحلبهم الصبح بس يفيقوا نحلبهم. قال لي بابا تعال هون. ليه؟ شو قال لك البابا؟ البلال يحلبون. ايه هو الصبح قبل ما تطلع الشمس شي الساعة 5 بنحلبون، بنفلت اولادهم عليهم. ايه بنكون شايلين اولادهم حاطين لحالهم. ايه وتحلبهم انت ليه خير؟ انا بشبقهم بربطهم، ومرتي وبنتي ومرته لابو احمد بيحلبوهم. ابو احمد ما بيعرف لا بيحلب ولا يشبق، بس بيركب العصاية. انا بدي واحد، انت بتعرف تحلب؟ انا بدي واحد يعرف يحلب. انا بعرف احلب. تعرف تحلب؟ كويس. انا بدي واحد يعرف يحلب. بنفلل له هالزلمه يعني؟ بنكش له هي؟ ما انت بدك تسرح معي؟ انا احلبه. ايه خلص بنكش له هالزلمه عجل. خليه يروح على بيته بركله. بتفلله؟ بس حرام نقطع برزقه، حرام خليه يشتغل. هيك بدك تتقاسم الراتب انت وياه. هو عم ياخذ 200,000، يعطيك 100 لك و100 له. عاد منيح. انا ما بعطي من راتبي. ها؟ انا لحالي راتبي ما بعطي. طيب نحلب انا وياك. نحلب يعني بنفل له وبتاخذ 200,000. يلا يا ابو احمد. يلا ضب لي اقراضك وفل على البيت، هاي الراتب. يلا. استلم الشغل. تستلم اليوم ولا بكره؟ بكره. اه والله مالك. بكره يكون عندكم؟ ايه بنجي هون بجيب لابس طاقيه وجزمه. ايه بكره يكون عندكم هون؟ ايه وبدك عصايه. ها شيل عصايه. من لقيت عصايه. عصايه مثل هاي حلوه ليك. ها شفت هاي ليك هاي بس. ما بتنكسر شايفها في زران. ها من وين شي؟ وين في؟ هاي جربانة، هاي مش منيحة، هاي ما بيرضى المعلم. اسأله ما قال له ما بتضرب الغنم فيها، بتشيل وحدة مثل ابو عبد الله قرية وما بتوجع الغنم. هاي بتكسر الغنم، فكسر غنم عليك خليناها بالبيت، ضربها على اجرها وكسرها. ما شفت وحدة هلا اللي كنت طعمية انت هديك عم تعرج
هو ضربه على اجره. هو ها انت شفته؟ ايه. هلا نقول للمعلم عزيز انه يا ابو مهدي هو اللي ضرب الغنم وكسرها. بدنا نفلله. راح الدرك. الدرك؟ الدرك؟ لا انت قول للمعلم بيخصم عليه الراتب وبيفلله. وبتسرح انت. تمشي لي قدام الغنمات. بس انا اللي بيسرح معي هو بده يشيل شنطاية الاكل. انا ما فيني اشيل الشنطاية. انا احملها. احملها انت؟ لان قول للمعلم اشتري لنا جحش. تعرفوا الجحش؟ حمار. شو جحش؟ حمار حمار حمار. حصان حصان. تعرفوا الحصان؟ كان لونه حصان. ايه خليه يشتري لنا وحدة ونحط فيها الاكل ونحط المي ونركب عليها. شو قلت لك؟ شو قلت لك؟ شو قلت لك؟ ما بعرف انت ما عاد تذكر؟ لا نسيت. شو قلت لك انا؟ قلت لك روح جيب لي خنجرة صغيرة مشان احلل لك شوية حليب. المرت الجاية بتجيب مشان تحلبها. من عنا. بس انت بدك تحلبها. مو انت قلت انا بعرف احلب. ايه. ايه بدنا نجربك انت تحلبها. اذا بتعرف تكشه لها. هي تعبانة. تعبان ليك نعسان ليك بده ينام. لو شو بدك تنام؟ فيو فيو. نروح الغنمات. اطلع عليك. اكتب عليك. شو بيك بدك تنام يا ابو احمد؟ الو الو. شو بيك نعسان؟ شو بيك يا ابو احمد نعسان؟ اللي ما عم تنام بالليل ها؟ انت هذاك اليوم اللي عيطت علينا هنيك؟ شو؟ هنيك عند المكب لما كنا سارحين. ما هو اللي عيط؟ انت وياه انا عرفتك. ايه كان معنا معلمنا قال لي مين هي؟ قلت له زلمه هنيك بارك. انت اللي عيطت قلت بتعطوني خروف بتعطوني خروف انت بربي لي هاي العصايه زت مني ده. هي فيها كارونه هاي العصايه هذا في كارونه زت 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 كبه ايه كبه هاي في كارونه هزتني عصايتي ما فيها ليك كيف ملزقه وغسلها انا وبعقمها هو ليك حرام ما بيغسلها ولا بيعقمها